السلام عليكم. انا ان شاء الله غادي نشوفوا نخدموا المعادلات في هذه الحصه ان شاء الله. هنا غادي نعاود نذكركم شي شويه بالاطار المرجعي للامتحان الموحد الجهوي اللي نيل شهاده السلك الاعدادي ان شاء الله. الا ردينا البال فحصنا كنلقاو المجال الرئيسي الاول فيه انشطه عدديه، وهذه الانشطه العدديه فيه المجال الفرعي الاول المعادلات والمتراجحات. وفي هذه المعادلات والمتراجحات فيها معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد ومعادله تؤول في حلها الى حل معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد، ومن طبيعه الحال المسائل. وهناك ايضا المتراجحات من الدرجه الاولى بمجهول واحد ومسائل نقدر نحلوها بمتراجحه، وكاين ايضا نظمه معادله من الدرجه الاولى بمجهولين. داكشي علاش الا ردينا البال الاغلبيه ديال الامتحانات الموحده فاش كنتفحصوها وكنشوفوها كنشوفوا التمرين الاول تتكون فيه معادله متراجحه نظمه مساله، الاغلبيه كنشوفوا هكا. حتى حنا غادي نحاول نخدموا بهذه الطريقه. ومن بعد كتشوف المجال الرئيسي الثاني فيه انشطه مبيانيه واحصائيه، وايضا دونك تتفحصوا هذا عندكم. الوغ اللي كيهمنا دابا غادي نخدموا ان شاء الله في دابا المجال الرئيسي الاول هو انشطه عدديه، وغادي نحاولوا نركزوا على المعادلات والمتراجحات ومن بعد نظمه ومسائل. الوغ عطيتكم تمارين ديال المعادلات، هنا غادي ناخذوا امثله غادي نديروا كعجله. دونك قلنا المعادله فهي متساويه، معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد فهي متساويه تحتوي على مجهول واحد من الدرجه الاولى. الحل ديالها دونك ديروا كيف ما بغيتوا، مثلا غادي ناخذوا 4 عامل لاكس زائد 3 ناقص 5 تساوي اكس فور اكزامبل اكس الى اخره. الوغ هذه المتساويه اذا اكس اس واحد فهي من الدرجه الاولى. لي زيكس كنحاولوا اولا نفرزوا الحدود اللي فيهم المجهول من الحدود اللي ما فيهمش المجهول باش يكونوا واضحين. اذا هنا ضروري خصني ننشر. دونك شنو غتعطيني؟ 4 اكس زائد 4 في 3 12 ناقص 5 ما غنضربهاش في 4 لان ما كايناش داخل الاقواس ناقص 20 تساوي اكس. الوغ على اليسار ديال لا غتبقى كلنا ما غنضربوهاش، دونك غتبقى ناقص 5. اذا عندنا على اليسار ديال المتساويه عندنا ثلاثه د الحدود، كاين 4 اكس وكاين زائد 12 وكاين ناقص 5. على اليمين فقط عندنا حد واحد وهو اكس. اذا الحدود عندنا غادي ناخذوا المجاهيل في جهه 4 اكس اكس نقصوها تساوي الو نقدر نجمع 12 نقصوا منها 5 هي 7 و7 غتولي هنايا ناقص 7، لان ملي كنبغيو نحيدوا واحد الحد من طرف نقوم بتغيير اشارته في الطرف الاخر. فوالا هادشي واضح. الان عندنا غادي نشوفوا شحال عندنا ديال لي زيكس كنعملوا شحال عندنا ديال لي زيكس. بحال دابا في هذا المثال سهله، 4 اكس ناقص اكس غتعطيك 3 اكس تساوي ناقص 7. بعض المرات ما تديكش تحسبها مباشره، بحال مثلا غادي نقول لك جذر مربع 2 اكس زائد 5 اكس تساوي 3. بحال دابا هنا ما يمكنلكش تجمع جذر مربع جوج مع 5 هنا عددان تيبقاو هكا، اذا ضروري غتعمل باكس. داكشي علاش نقول لك كنشوفوا شحال عندنا ديال لي زيكس. جذر مربع جوج زائد 5 تساوي 3. اذا الان باش نتخلص غادي نشوفوا لان الهدف من حل المعادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد هو كتكون اكس. انا كنقلب على هاد اكس، ما بغيتها لا تضرب لا تقسم لا يتزاد عليها لا يتنقص عليها، خاصني اكس بوحدها واحد اكس. اذا باش نتخلصوا من هذه غادي نرجع لهنايا، يا اما قلنا كنضربوا في المقلوب والضرب في المقلوب كتعني القسمه. دونك اللي بغيتو بغيتي تقسم بغيتي تضرب في المقلوب، اذا اكس تساوي ناقص 7 على 3 للمعادله حل وحيد وهو اكس يساوي ناقص 7 على 3. انا ما كرهتش فين ما تلقاو شي حل تعاودوا تاخذوه وتمشيو للمعادله الاصليه وتاكدوا واش فعلا يحقق. يعني غادي ناخذوا ديك ناقص 7 على 3 نعوضوها في بلاصه اكس وتشوف واش المتساويه تحققت. بالنسبه لهنا ايضا اكس تساوي 3 وتقسم على جذر 2 زائد 5. انا اللي كنلاحظ بان الاغلبيه ديالكم ما بقاش عنده مشكل في حل معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد، ولكن كاين بعض المشاكل بالنسبه لحل معادله ماشي من الدرجه الاولى وانما تؤول في حلها الى
حل معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. الوغ هنا غادي ناخدو، شوفوا معايا هاد العملية ديال الضرب. بالنسبة للعملية ديال الضرب مثلا جداء، باش يكون الجداء يساوي صفر، جداء يساوي صفر. الوغ مثلا أ في ب في س يساوي صفر. إذا إلا ردينا هاد البال هاد الجداء كاين ثلاثة د العوامل، عامل هاد العام هاد الجداء يساوي صفر، يعني أن أحد العوامل يساوي صفر. ميمكنلكش تلقى صفر في الضرب في نتيجة الجداء غير إلا ضربتي في الصفر، ما ضربتيش في الصفر ما غتلقاش صفر. ألوغ الجداء منعدم، إذا أحد العوامل يساوي صفر. دونك هادي هي لا غيكل علاش غادي نخدمو هاد هاد الأمثلة، لا هو هاد النوع ديال المعادلات تؤول في حلها إلى معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. ألوغ عطيتكم مثلا، شوفوا معايا ناخدو أمثلة، نعطيكم إكس عامل إكس زائد 3 تساوي 4 إكس. شوفوا معايا هاد المتساوية فيها مجهول واحد هو إكس. ألوغ كاين إكس أس واحد، إكس أس واحد، ولكن هادي راه ماشي من الدرجة الأولى. علاش؟ لحقاش إلا جيتي ونشرتي غتولي لك إكس في إكس، غتولي لك إكس أس اثنان. ها حنا ولينا في إكس أس اثنان، مبقاش عندنا إكس. إذا أنا شنو غادي نديرو هنا؟ التقنية اللي غادي نديرو، ألوغ كنصحكم أنكم تحيدوا الحدود اللي كاينين على اليمن ولا على اليسار، على حسب نتوما فين بغيتو تخدمو. واش بغيتو تخدمو على اليسار ولا على اليمن؟ غير هو اللي كنلاحظ ان الاغلبيه ديال التلاميذ كيفضلوا يخدموا على اليسار. يعني هنايا غنخليو غير صفر. اذا كتخلي اكس اكس عامل اكس زائد 3، هذا الحد هذا اللي عندنا 4 اكس حد واحد، هذا الحد على شكل جداء غادي نحيدوه ونضيفو المقابل ديالو في الطرف الاخر، اذا كتولي ناقص 4 اكس. دونك شنو عندنا؟ فوالا. اذا شنو درنا؟ هذه قلنا هذه ملي جينا نشرنا ردينا البال بان عندنا من الدرجه الثانيه. نحبس، اذا غادي نخدم بهكا، هذه هي الطريقه. رغم ملي كنخليو صفر هنايا نقوم بعمليه التعميل، وملي كنهضروا على التعميل كنعملوا بالعوامل المشتركه ولا بالمتطابقات الهامه او هما معا على حسب التمرين. هنايا غادي ندرسوا هذا هنا، هاد التعبير فيه جوج ديال الحدود. الحد الاول يتكون من عاملين هما اكس و اكس زائد 3، العامل الثاني فيه جوج ديال العوامل ناقص 4 و اكس، هناك عامل مشترك هو اكس. اذا غنكتبوه اكس عامل اكس زائد 3 ناقص 4 تساوي 0. اذا هنايا ردينا على شكل جداء، العامل الاول هو اكس والعامل الثاني ما يوجد داخل الاقواس. دونك اكس غادي نقومو بالتبسيط ديال هاد العامل، هو اكس ناقص واحد تساوي صفر. دونك احنا حطينا على حساب ديك لاغيك اللي بدينا بها الاولى. اذا هاد الجداء هاد الجداء يساوي صفر، ميمكنلكش في النتيجة ديال الجداء تلقى صفر غير الا ضربتي الصفر. اذا اما اكس يساوي صفر او اكس ناقص واحد تساوي صفر. اكس يساوي صفر او اكس تساوي واحد. اذا للمعادلة حلين هما صفر وواحد، ما فيها باس الا جينا وعوضنا هاد الجوج باش نتاكدوا في المعادله الاصليه. دونك الا عوضنا بصفر، الا عوضنا هنا بصفر، الصفر في هاد الشيء كامل اللي كاين بين قوسين غيكون عندنا صفر في على اليسار و4 في صفر، صفر على اليمين و0 يساوي صفر. دونك صفر حقق المتساويه الاولى فهو حل. نجرب واحد، واحد زائد 3 4، و4 في 1 4، ها 4 على اليسار، 4 في 1 4 كاين التساوي. دونك للمعادله حلان هما صفر وواحد. الوغ مثلا الى عندنا ناخذ المثال الاخر اللي عطيتكم، عطيتكم 9، نمسحوا هذا الشيء، 9 اكس اس 2 تساوي واحد. من الدرجه الثانيه شنو قلنا؟ غتخلي 9 اكس اس 2 ناقص واحد تساوي صفر. دونك 3 اكس الكل. هنايا الا ردينا البال قبل ما نفكروا في المتطابقات، قبل ما نفكروا كتشوف هل هناك عامل مشترك؟ ما كاينش. اذا غنفكر في المتطابقات، هنا تتبان لنا انها كاينه الثالثه هي اللي واضحه، 3 اكس الكل اس 2 ناقص 1 اس 2 صفر. دونك غتعطيني 3 اكس، 3 اكس ناقص 1 عامل 3 اكس زائد 1 تساوي صفر. اذا احد العوامل يساوي صفر، يعني اما 3 اكس ناقص 1 تساوي صفر او
3 اكس زائد 1 تساوي 0. دونك للمعادله حلين هما اكس تساوي 1 على 3 او اكس تساوي ناقص 1 على 3. فوالا غنعطيكم واحد النوع اخر، غنعطيكم واحد النوع اخر. مثلا عندنا 5 اكس عامل اكس زائد 4 ناقص مثلا نديرو هنايا تسعود اكس اس 3 ناقص تسعود اكس اس 3 ناقص 4 اكس تساوي 0. طلع عندنا هنايا 0 مزيان. اذا هنايا ما عندنا ما نديرو سوى اننا نقومو بعمليه التعميل. ما غاديش تمشي مباشره وتبقى تشوف ايه واش المطابقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. اول حاجه قلنا كنشوفو هل هناك عامل مشترك. نعم كاين وهو اكس. اذا غادي نديرو اكس عامل تسعود اكس اس 2 ناقص 4 تساوي 0. اذا اكس عاد غادي ندخل هنايا هي 3 اكس الكل اس 2 ناقص 2 تساوي 0. كنظن هنايا غادي نكملو راها واضحه. هي اكس عامل 3 اكس ناقص 2 عامل 3 اكس زائد 2 تساوي 0. يعني 3 العوامل احد العوامل يساوي 0. اما اكس يساوي 0 او 3 اكس ناقص 2 تساوي 0 او 3 اكس زائد 2 تساوي 0. يعني عندنا هنايا 3 الحلول اكس تساوي 0 او اكس تساوي 2 على 3 او اكس تساوي ناقص 2 على 3. هناك 3 حلول. واضح. الوغ اللي ما فهمش شي حاجه عاود في المعادلات يمكن لي اللي صدفاتو شي معادله ما فهمهاش يمكن له يرسلها لينا ونعاودو نخدموها معاه ان شاء الله. بالنسبه للمتراجعات بالنسبه لهذا العام غادي تشوفوا فقط غير متراجعات من الدرجه الاولى فقط. ما كاينش بحال هذا النوع ديال تقولوا في حلها الى متراجعات من الدرجه الاولى. دونك ما عندناش هذا المشكل. الوغ اللي غادي نديرو ايضا بحال الخدمه ديال المعادله من الدرجه الاولى. زدنا نزيدو نقصنا نقصو من كلا الطرفين. دونك داكشي اللي كنديرو كنديروه لكلا الطرفين. غير هو نرد البال بالنسبه للمتراجعه اللي كتسد هذه المتراجعه فهي متفاوته تحتوي على مجهول. الوغ بالنسبه لهنا امتى كيتغير هذا الرمز؟ الا ضربنا في السالب. مثلا عندنا 3 اكس او 3 اكس 5. دونك بغيت نتخلص من 3 كيدير 3 موجب الرمز لا يتغير. اذا اكس تساوي 5 اقسم على 3. ولكن الى عندي 3 ناقص 3 اكس اصغر من 5 وبغيت تفك من هاد ناقص 3 اللي هو سالب شنو كيوقع؟ اكس يتغير الترتيب. هذه هي الملاحظه اللي لاحظت بالنسبه للاجوبه ديالكم. وهو مازال عندكم مشكل في هاد التغيير ديال الرمز. فقط حاله وحده فاش كيتغير الترتيب بالنسبه للمتراجعات الى قسمنا او ضربنا في السالب يتغير. من غير هكذا لا نغير الترتيب. دونك هذا هو 5 على ناقص 3 او ناقص 5 على 3. مساله اخرى بالنسبه للحلول ديال المتراجعه. الحلول ديال المتراجعه بحال مثلا هنا من الحلول ديال المتراجعه كتلقى يا اما اكس اكبر يا اما اكس اصغر ومن طبيعه الحال كاين او تساوي. الوغ ملي كنجيو لهنا مثلا عندنا في هذا المثال اكس اكبر من 5 تنقولوا الحلول ديال هذه المتراجعه هي كل الاعداد كنهضروا على هذا المثال الاكبر من او تساوي 5. يعني الا جينا ودرنا التمثيل المبياني 5 هنا ناقص لا نهايه زائد لا نهايه كنهضروا على هذه. الوغ كيفاش غادي نديروا اكس اكبر؟ يعني اكس اكبر غادي تكون على اليمين ديال 5 كامل. الوغ 5 فهي مع الحلول لان او تساوي. دونك كل الاعداد اللي من فوق 5 اللي فايتين 5 ومن طبيعه الحال اللي كاينين على 5 غادي تكون على اليمين ديال 5 واليمين ديال 5 سير حتى زائد لا نهايه. كل الاعداد الحقيقيه الاكبر من او تساوي 5 فهي حلول لهذه المتراجعه. فوالا. الوغ نتمنى من بعد غادي نرسل لكم ان شاء الله التصحيح ديال التمارين اللي عطيتكم اللي اقترحت عليكم غادي نصورهم ونصيفطهم لكم. السلام عليكم.